حدثا متميزا، ليلة صوفية ربانية تحمل بين طياتها العديد من الدلالات. وهذه الدورة تتميز بطقوس روحانية ربانية بمشاركة فرق فنية مرموقة، ونخص بالذكر الفن القناوي المعلم أحمد باقبو سري الأسرة القناوية بمدينة مراكش، بمشاركة الطائفة العيساوية برئاسة سفيان مربوح، وكذلك الطائفة الحمدوشية بأسفي برئاسة عبد الحفيظ الطيع. للتذكير فإن جمعيتنا هذه تبذل جهدا جاهدا في الحفاظ على هذا التراث الأصيل، وهذا ما يميز جمعيتنا، ونحن مسرورين وجد فرحين مع ساكنة آسفي التي سنستمتعها بهذه العروض الروحانية الربانية، وفرجة الجميع ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعرفكم بنفسي، أنا سميتي التغيتي عبد القادر قناوي مع مجموعة شيوخ قناوة برئاسة المعلم أحمد باقبو. حنا المناسبة على جينا لهنا لاسفي، جينا على قبل الدورة 11 مجموعة فارورة بجمعية فارورة للثقافة والرياضة. هذه صافي 11 سنة تقريبا وحنا تنشاركوا كل عام. الجمعية تترأسها الأخ الرئيس سي كمال لطفي، اللي كنشكروه بزاف على المجهودات اللي تيدير ولا على هذا الحفاظ على التراث، لا القناوي ولا من غير القناوي، لانه تيدير مثلا قناوه وتيدير عيساوه وتيدير حمادشه،
المهم اللي بنقوله ان الانسان هذا تقريبا هو اللي بقى فاسفي، هو اللي محافظ على الطرقه والطريقه التقليديه ديال تا قناويت ولا ديال تا عيساويت ولا تا حندوشيت. كما قلنا جينا شاركنا في هذه الدوره هذه، الحمد لله هاد الناس هادو راه كما العاده كل عام تيكبروا بينا، كل عام تيديروا بحسابنا وتيديروا لنا القدر. الحمد لله تنشكروا الناس اللي مكلفين بهذا المهرجان واللي ساهرين عليه، اللي ساهرين عليه ليلة نهار. مثلا خدمت ليله راه تدبيرها عام كيتما تيقولوا مهرجان، ماشي بالسهل انك تنظموا وبهذا النجاح وبهذه الطريقه هذه. اللي بغي نقولوا اننا هاد الناس هادو تنشكرهم جزيل الشكر نيابه بالنسبه باسمي ونيابه عن جمعيه شيوخ قناوه التي تراسها المعلم محمد باقبو. تنعاود نكررها انه هو اللي بغي يجي يتكلم ولكن نظرا للظروف ديالو ما سمحاتش. المهم حنا اللي بغينا نقولوا ان هذه الجمعيه هذه هي تتحافظ على التراث القناوي والتراث بصفه عامه اللامادي، بصفه عامه برئاسه السيد كمال لطفي اللي هو اللي تيبلغ اقسامه في جهده. وكاين نبدا ان الناس كاينين جنود الخفاء اللي تيعاونوه. المهم تنشكروا الجميع، تنتمناو لهم التوفيق وتنتمناو لهم مزيد من التالق. وشكرا لهذه الاذاعه هذه اللي عطتني هذه الفرصه انني نتكلم معكم في هذه اللحظه هذه. شكرا بزاف. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.